مستمعينا، اليوم اختارينا نتكلموا لكم على البهق. غنتعرفوا على البهق ومناش كيجي هذا البهق، وكنعرفوا دابا هذه الفتره ديال الصيف ومن بعد ما كنكملوا التبحيره والتشميشه كيبقاو هذوك البقع ديال البهق اللي كيرهقوا الامهات، خصوصا الا كانوا في عند الوليدات الصغار كيف كيرهقوا الكبار. غنبداو دينا اليوم الحمد لله الدخول المدرسي، غادي نبداو العمل ديالنا، الوليدات غادي يبداو في المدارس ديالهم او الطلبه الجامعات والمعاهد ديال التكوين، فاكيد كيبغيو طرق وسائل لعلاج هذه المساله وهذا المشكل ديال البهق. طرق كثيره ومتعدده، الا دخلنا مثلا غير في الانترنت وقلبنا فكتسمع وصفات وطرق كثيره للعلاج ويركزون على الكبريت تماما، ولكن كثير من المرات كيجيو حالات ان هذه الوصفات العلاج كتزيد من الحده ديال ظهور هذوك البقع ديال البهق. فاليوم معك دكتور عماد غادي تنورنا، اكيد الله ينورك كيف العاده، ومعك اكيد غادي نعطيو بعض الوصفات الطبيعيه ومضمونه. دكتور عماد، بداية شنو هو البهق؟ فالبهق شنو هو البهق؟ بعدا خصنا نعرف واحد الحاجة، حيت بزاف ديال الناس كيديروا واحد الغلط، وهو أنه ملي كيكون عندنا البقع البيضاء خاصة مباشرة من مورا البحر أو مورا الشمس كيوقع عندنا هذا المشكل هذا ديال البقع البيضاء، ولكن راه ماشي في غالب الحالات كيكون هو البهق، لأن كاين العديد من الامراض، العديد من التعفنات او العديد من التشوهات على المستوى ديال التلوين ديال البشره، يعني الميلانين ديالنا والميلانوسيد. نعم. كيعطينا هذا البياض في البشره، فهنا خصنا نردوا البال ان ظهور البقع البيضاء في البشره ديالنا مباشره بعدا خصنا نمشيو عند الطبيب ديال الجلد باش نعرفوا علاش الموضوع داير. نفترض ان الانسان مشى وعرف بانه بهق، اذا البهق شنو هو؟ البهق هو عباره على ديلوفيغ، يعني واحد عباره على واحد الخمائر. نعم. اللي كتغذى على الميلانين، هذيك الماده ديال الميلانين، هذوك الخمائر هذيك هي الماده المغذيه ديالهم اللي كيتغذاو عليها باش كيتقواو باش كيصايبوا يعني المكونات ديالهم. او هاد لا مالادي او هاد المرض اللي كيتسمى لو بيتيغيازيس فيرسيكولور اللي كدير واحد النوع كما قلنا من الخمائر، ما يسمى بلا مالا سيزيا فيرفور، كانت تسمى قبل لو بيتيرو سبوروم اوفال ولا اوربيكولار ولا اوربيكولاري يعني باللاتينيه. فهذو كلهم اسماء علميه لهذه المواد هذه اللي كتسبب لنا هذه المشاكل. شنو هو السبب؟ نعم. السبب ديال البهق، السبب ديال البهق هو كنعطيو فرصه لهاد الخمائر انهم يعشوا في البشره ديالنا. فوقاش ملي كنمشيو لواحد الماء اللي كيكون راكد، اذا هنا كيكون تعفن 100%، ماشي غير هاد الفطريات كيكونوا تعفنات كثيره، وكيكون يعني العديد من الميكروبات كتكون في هاد الماء. خاصه هاد المشكل هذا كنلقاوه في الماء ديال البحر، حيت بزاف ديال الناس شنو كيقولوا؟ كيقولوا ان الماء ديال البحر فهو معقم، ولكن الماء ديال البحر فوقاش معقم؟ راه حتى كيكون كيتحرك. فإذا كان راكد في واحد البلاصه واحد المده طويله وعطينا اشعه الشمس مرتفعه وكيكون طيله اليوم، فهنا كيكون واحد اميليو فافورابل، يعني واحد المجال مناسب انه تكون فيه وتكثر فيه هاد الانواع ديال الطفيليات. فهنا نتجنبوا ان وليداتنا يمشيو لهاد الاماكن هذه من جهه. من جهه اخرى الا كان البهق فالبهق راه ما كيعاديش، اذا ما كيعاديش الناس الاخرين، فالبهق الا كان في شي انسان راه كيبقى فيه، غير هو الانسان خصو ياخذ واحد التدابير ديال السلامه، انه هذوك الملابس اللي كيكون كيلبس كتكون على اتصال مباشره بالبهق، ضروري انه يعقمهم كما قلنا. طريقه التعقيم اللي كنهضروا عليها دائما في البرنامج هي واحد البرمه ديال الماء اللي كنحطوها فوق العافيه كتكون كتغلى مزيان، وكنديروا فيها هاد الملابس واحد 10 ديال المرات ولا 15 مره كنوضعوهم فيهم، يعني كنغمسوهم في هذاك الماء باش كنديروا واحد التعقيم كامل، وهكا كنحافظوا على الصحه ديالنا. اكيد زائد الادويه اللي كيعطينا الطبيب، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا وصفات طبيعيه امنه للمساعده لهذا المشكل، وبعض الاغلاط اللي كدار او بعض الوصفات الشعبيه اللي كيمكن تاثر لنا على الصحه ديالنا. غادي نتعرفوا على بعض الوصفات كيف ما قلتي دكتور عماد الشعبيه، وبعض الافكار اللي هي دارجه بزاف الناس كيقولك مثلا غادي
غادي تاخذ هذاك الكبريت وكديرو بالكوطونتيج وكتحطو على ديك البهكه هكاك، راكون اكيد انها ما غاديش تبقى. وكثير هذيك البلاصه تورمات اللي حطوا فيها هذاك الكبريت قيحات وكنوليو في ما لا يحمد عقباه. فشنو بعض الوصفات اللي ربما ممكن تقول لنا او بعض المواد اللي تقول لنا ردوا منهم البال؟ لا تعليق، واللي هي شائعه لا تعليق للبهك، ما نحاولوش اننا نجربوها. الا درنا على الحنه، الحنه كذلك كتعطينا هذه المشكله ديال درنا على هذه البلاصه اللي عندنا فيها البهك، لان البهك اصلا ديك المنطقه كتكون ناشفه. والحنه كنعرفوا ان ماده اللوسين هي واحد الماده ملي كنحطوها مباشره على البشره ديالنا كتنشف لينا البشره ديالنا وكتحيد منا الماء. فكل ما نشفت البشره كل ما كنزيدوا في التكاثر ديال الفطريات. علاش؟ بحال كنعاونوا هاد الخمائر اللي هضرنا عليها اللي كتعطي هذا المشكل ديال البهك، كنعاونوها انها تغذى من الميلانين. حيت الا نشفت لينا البشره شنو كيوقع؟ كتمزق لينا الخليه وكيمكن هما يدخلوا مباشره الميلانين، يعني كيلقاوها واجده. ما باقي البشره الا كانت يضغط يعني فيها الماء وقويه فكيصعب على هاد الفطريات او هاد الطفيليات انهم يخترقوها ويتغداو على الميلانين اللي كتكون فيها. هذه الحنه غادي نوقفوا عند الحنه. واكيد انا متاكده في الجعبه ديالك الكثير من المواد اللي غتبغي تكلم عليها اليوم وغتحضرنا منها وتحضر المستمعين منها بعد فاصل. تكلمتي على الحنه دكتور عماد، من بعد الحنه عندها خطوره انها ما خاصها تستعمل كعلاج المشكل البهك من غير الحنه. كاين الدواء الاحمر، الدواء الاحمر اللي العديد انه كيستعملوا البهك. الدواء الاحمر اللي الناس اللي عندهم البهك خصهم يتجنبوه، لانها كينشف البشره وكينشف كما قلنا الجلده ديالنا وما كيخليش فيها الماء. هذا من جهه. من جهه اخرى دابا كيستعملوا امور اخرى اللي خطيره، بحال دابا مثلا مؤخرا كانوا كيستعملوا الدوليو اللي كيتستعمل في الصباغه، فهو كيتعتبر ماده سامه وماده خطيره، لان الا استعملنا على البشره ديالنا مباشره كيمكن يعطينا حروقات خطيره. اذن هاد الدوليو هذا والدوليون اللي كيتستعمل في الصباغه حتى هو كيستعملوه على اساس يحيدوا البهك. كاين الحدج حتى هو من عباره على واحد الناس كتعرفوا كثير ودير بحال واحد الابتخات صغيورين. هاد الحدج او الحجه فهما من المواد الطبيعية السامة جدا، لأن الحجة الإنسان إلا قاسها غير الزريعة ديالها ودارها في الفم ديالو فهي كتكون مميتة حتى هي ردوا لها البال. مادة الكربون كذلك كيسميوه بالكربون، هو عبارة على واحد المركب كيميائي اللي كيتباع كذلك في عند العطارة وعند المعشابات. فهذا الكربون هذا حتى هو مادة خطيرة ما خصناش نديرو على البشرة ديالنا. يعني بين قوسين فالبهق لما الانسان يكون عنده في البشره ديالو كبريت يعرف الكبريت خطير جدا. الكبريت ما بدون علاش كنشريو ادويه بازي بالكبريت؟ الا خدينا مستخلص الكبريت او زيت الكبريت، ماشي هي كناخذوا الكبريت مباشره. هذا من جهه. الكبريت المستعمل في الصيدله ماشي هو الكبريت الاصطناعي او الكبريت كما كنقولوا حنا المستخرج، حتى ذاك الكبريت اللي كيتستخرج من يعني من دوك لي كارير ديالو اللي كيكون، ولا الكبريت اللي كيجي بهذيك الطريقه اللي كتكون عشوائيه، فهو كبريت ماشي مستخلص. كبريت اللي مازال فيه شوائب، مازال فيه مواد لاصقه فيه، لان هذوك المواد هي اللي كتعطينا الاثار الجانبيه. علاش؟ لانه الكبريت سريع الاكسده. داكشي باش الكبريت كنستعملوا منه غير مثلا الزيت ديالو، او كناخذوا المكونات ديالو كماده كبريتيه، يعني كنردوه في 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 واحد يعني كنصفيوه كنبيوريفيوه كما كنقولوا حنا. ومن بعد عاد باش كيتستعمل ولكن بحذر، لان هنا راه ما كنبقاوش كنهضروا على كيلو ولا نص كيلو، كنهضروا في غرامات في ميلي غرامات. يعني راه غير الهواء غير الغبره، يعني ماشي بواحد الماده كبيره. اما الناس راه كتاخذ واحد الحجره ديال الكبريت فعلا وكدقها وكدهنها، وخاصه الخطير كتخلطها مع الحامض. اذا لاسيد سيتريك وهذه التركيبه هذه كيمكن تعطينا حروقات حتى للدرجه الثانيه، وفي بعض الحالات حتى للدرجه الثالثه. انها كتستقب. انا عينت هذه المساله البشره وكيولي فيها خطا، كيولي تورم. هذيك البلاصه اللي حطيتي فيها الكبريت بحال تقبات، يعني الطبقات كلهم كيتحرقوا، وهنا حتى التجميل كيولي صعيب. شي حتى الجراحه ديال التجميل كتولي يعني ثقوب او جروح معمقه جدا او عميقه جدا. ما كيمكنناش ديك الساعه حتى بالتجميل ما كيمكنش الانسان يوصل ليها. غادي نمشيو لبني من الدكتور عماد، غنتواصلوا مع فاطمه، واكيد حنا في استقبال مكالماتكم على 0522 77 24 24. فاطمه من بني من السلام عليكم. الو، السلام عليكم. اش اخبارك؟ لاباس عليك يا فاطمه؟
اختي. مرحبا بك على اصوات. مرحبا تفضل. واخا سمحي لي واخا موتره شويه. مرحبا تفضل. الدكتور عماد كدير اخويا الدكتور عماد؟ الحمد لله اختي الله يبارك فيك وكنسمع صوتكم. نعم اختي مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ كان عندي انا البهك في عنقي. ايه كان عندي ودرت قالوا لي دير لي داك التراب ديال الطاجين كندقوا التراب ديال الطاجين. اه وبحال تمشى لي لاصار ديال البهك وبقى لي عنقي بحال قال كوك بحال كحل. هو الا مشى الاثر ديال البهك خص تبقى تولي عندنا البيوضيه تما، ما خصش تكون الكحوليه. دابا دقيتي غير التراب ديال دقيتي غير الطاجين واستعملتي التراب ديالو فقط والصابون البلدي. دابا عطينا التركيبه كامله، بغيت كنعطينا وصفه كامله الوصفه بالمقادير بكل شيء كيفاش عطاوها لك وكيفاش درتيها باش نتقاسموها معك اختي. درتها بحال دقيت وغربلته اييه وخلصته مع الصابون البلدي. الصابون البلدي اييه ودهنتي على العنق ديالك وشحال خليتيه؟ وشحال المده خليتيه؟ كنخليه نهار نهار على قدو. ايه واختي غادي نقول لك راه الحمد لله انه ديك الجلده ديال العنق ديالك ما تقشراتش وما تسلقاتش، لان باش نخليو الصابون هذه المده هذه كل 24 ساعه فهي راه خطيره. وزايدون راه هذيك الكحوليه اللي جاتك دابا في العنق ديالك راه هذا هو سببها. علاش؟ لانك انت حرقتي ديك الجلده اللي كتعطي الوقايه، واحد الجلده كتكون عندنا من الفوق تحرقات، ومنين اشعه الشمس قاست العنق ديالك كحال. علاش؟ لان الميلانين تفرزات بواحد الطريقه كبيره ولا داك الفرق ما بين العنق وما بين الجسم ديالك، فهمتي؟ ومازال كنأكد ان الصابون ما عمر الناس اللي صايبوا الصابون واللي اخترعوا الصابون واللي عطاوا التركيبات ديال الصابون، دائما الصابون كيتغسل في ساعته. اذا الانسان ملي كيدير الصابون كيغسلو بالماء مباشره. الناس اللي صنعوه ماشي داروا باش الصابون يبقى نهار ولا شي. الصابون الا فات غير ربع ساعه، اش من ربع ساعه، قسمين الا فات الصابون في البشره ديالنا كيعطينا مشكل وكيعطينا حروقات، والحمد لله ان ما عطاتكش حساسيه مفرطه. فهادشي ردوا ليه البال، والامور اللي كتكون عندنا او المواد اللي كنستعملوها نستعملوها لاش هي تصنعات، ما نحاولوش نزيدوا من راسنا. واخا اذا اختي دابا اول حاجه بعدا خصك ديريها خص داك العنق ديالك ما تبقاش فيه الاثار ديال الحساسيه، يعني ديك البشره اللي كتكون وقائيه خصها ترجع. اذا غادي تستعملي زيت لافوكا وزيت اللوز الحلو، معلقه كبيره من كل زيت، تخلطيهم وتولي كديري بهم واحد المساج في العنق ديالك مده ديال شهر، يعني المساج 5 دقائق وتباتي بها يوميا وتستعمليه مده شهر على الاقل، ياك؟ من مورا هاد الشهر غادي هذاك الخليط ديال المعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، معلقه كبيره ديال زيت لافوكا، غتزيدي عليها معلقه كبيره ديال زيت السالميه، يعني زيت السالميه هذا الخليط هذا كامل، غتولي نفس العمليه ديري به مساج على العنق ديالك مده ديال 5 دقائق وتباتي به وتستعمليه يوميا. وهذه وصفه صالحه لك وصالحه كذلك لكاع الاخوات اللي استعملوا البشره ديالهم او الجسم ديالهم شي ماده من المواد الكيميائيه وعطاتهم هذه الكحوليه وعطاتهم هذه الحروقات هذه. شكرا لك اختي فاطمه من بني ملال، تحياتي لك. وهذه من بين الاستعمال العشوائي وغير اللي سمعناه كنديروه. نعم. ما عرفتش فاطمه كانت كتخرج بهذه الوصفه للشمس، واش كانت كتغسل مزيان؟ مع الاسف هي دابا الغلط ماشي ديال اخت فاطمه ولا اي اخت، الغلط ديال بعض الناس اللي كما كنقولوا حنايا متطفلين على الميدان. نعم. ناس اللي ماشي اكفاء، ناس اللي ماشي متخصصين في الميدان، اللي ما عندهمش يعني واحد دراسه اكاديميه في هذا المجال هذا، وخاصه اهم حاجه ما بقاتش في دراسه اكاديميه، لان حتى الدراسه الاكاديميه اذا كانت غير مثلا في البيولوجيا ولا في النباتات راه هذا لا يعني اننا يمكننا نعطيو وصفات علاجيه، لان كما كنقول المتخصص الوحيد اللي كيمكن له واللي عالميا عنده الرخصه انه يزاول هاد العلاج الطبيعي هو الدكتور الصيدلي. علاش؟ لان كيكون على المام بالعلاجات، كيكون على المام بعلم التشريح، كيكون على المام بامور طبيه. فهمتي؟ امور سريريه اللي كتعطي هاد النتائج واللي كيعرف المضرات. فالصابون علاش؟ لان علاش انا درت بهذه الطريقه وسمحوا لي كنضرب هذه الحرقه هذه، لان هاد الصابون هاد الوصفه هذيك راه ازيد من 7 سنوات ولا 8 سنوات وهي ساريه المفعول في بلادنا. علاش؟ جراء يعني مصادر غير موثوقه، يا الانترنت يا عند الناس اللي ما كيكونوش مختصين وكيعطيوهم هاد الصابون هذا في وصفات طبيعيه، والغريب في الامر انهم خصهم يباتوا بها.
الاخت ديالنا دارتها نهار مؤخرا، راه السيده مازال كنعاودوها وكنقولوها، السيده اللي اتصلت بينا واللي جات وشافتنا اللي خلاتها يومين خلات الصابون في الوجه ديالها، راك شفتي الحاله ديال اختي هاجر كيفاش دايره. تماما. اذا الله يجازيكم بخير، الى الصابون خرجوا الناس باش نغسلوه في ديك الساعه فهو راه عارفين شنو كيديروا. الا كان هذا الصابون علاش علاش الناس ما غيبغيوش الربح، او هاد الناس اللي اخترعوا هاد المواد حتى هما راه غادي يبغيو الربح. الا كانوا كيعرفوا هاد الصابون راه يقدر يبقى في البشره اكثر من 5 دقائق، راه غادي يقول لك اسيدي ديروا نتايا ربع ساعه، خليه نتا نهار ماشي مشكل. ولكن لا، هنا كاينين لي سلفات، كاينين المواد الحافظه، كاينين املاح ديال الاحماض، فهادو كلها الا بقات في البشره ديالنا اكثر من 5 دقائق كتولي كتسبب لنا حساسيه مفرطه. نعم، شكرا لك فاطمه من مدينه بني ملال. كانت معنا خديجه حتى هي كانت من مدينه بني ملال، ولكن للاسف انقطع عليها الخط. حنا دائما في استقبال مكالماتكم على 0522 77 24 24. مشيو شويه لمراكش دكتور عيما، مشيو لمدينتك المدينه الحمراء. مرحبا. نتواصلوا مع ياسمين. السلام عليكم ياسمين. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الحمد لله. على بخير. مرحبا بك على اصوات ياسمين. على البرنامج. الله يبارك فيك. مرحبا. عندك بيتو الدكتور عماد على التلوين ديال البشره ديال الوجه، عندي في الذقن وتحت العينين كلي. تحت العينين وتحت الذقن الكحوليه؟ الذقن. في الذقن ديالك؟ واخا عمرك استعملتي شي وصفه طبيعيه ولا شي وصفه نهائيا في البشره ديالك؟ ما كديري والو؟ واخا ليكرون كديري ليكرون؟ لا. واش اول حاجه بعدا بدون نقاش هو ليكرون توتال؟ اذا البوماده ديال الشمس ضروريه ومؤكده، راه المساله ما كنخرجش من الشمس. لا، شكرا على هذا السؤال هذا، فانا عرفت غادي تقولي لي هذا السؤال هذا. فهنا غادي نجاوبك ونجاوب الاخوات ان ليكرون ضروري، واخا الانسان ما يخرجش للشمس، واخا يكون في الدار، حيت شنو هو اللي كيضر البشره ديالنا؟ راه ماشي الشمس، راه الشيء غير كيولي النهار، كيولي عندنا واحد الاشعه كيتسماو اشعه فوق البنفسجيه بي او ا، هادو جوج ديال الاشعات اللي ضارين البشره ديالنا، ففين ما كان الضو كيكونوا هما، وهاد الاشعه هما اللي كياثروا علينا، وخاصه دابا انت ملي قلتي لي عندك البقعه تحت العين وعندك في الذقن ديالك، فانت اختي عندك بشره جد حساسه، ايبر سونسيبل. اذا هاد البشره عندك جد حساسه، خاصها واحد الوقايه كامله من اشعه الشمس، فهمتيني؟ هاد الاشياء اللي هضرت عليها الضاره، فبعدا خصك تستعملي واحد ليكرون، واخا تكوني ما كتخرجيش على برا، فتستعمليه في المنزل ديالك، وكاع الاخوات اللي كيسمعونا يستعملوا هاد ليكرون هذا. هذا من جهه. بالنسبه للبشره اللي تحت العين والذقن، فغادي نحاولوا نعطيو وصفه باش ما نعطيكش جوج وصفات مختلفين، لان كنعرفوا العنايه ديال تحت العين ماشي هي العنايه ديال البشره ديال الذقن، فكيكون العنايه البشره اللي تحت العين كتكون قليله في السمك ديالها بواحد جوج مرات على البشره اللي كتكون عندنا في الذقن ديالنا. فهنا غادي ناخذوا زيت البابونج والروح ديال الشاي او شجره الشاي. إذا زيت البابونج معلقة كبيرة، وعشرة ديال النقيطات ديال الروح ديال شجرة الشاي، لويل إسونسيال دو تي، غنخلطوهم، غنديرو بهم مساج، دير 10 دقائق تحت العين في الأماكن اللي كتكون عندنا سوداء، وكنديروه كذلك في البشرة ديالنا، يعني في الوجه ديالنا أو في الذقن ديالنا أو في البلاصة اللي عندنا فيها هاد اللون مغير، وكنداومو عليها يوميا، ما كنقطعوهاش على الأقل واحد المدة ديال شهرين. شكرا لك اختي ياسمين من مدينه مراكش، تحياتنا لكم. مرحبا بك معنا على اثير راديو اصوات. دكتور عماد، شنو هي الامور او ربما العلاجات اللي خاصنا نتبعوها او ربما الاحتياطات اللي خاصنا نديروها لتفادي الاصابه بالبهك؟ اكيد، فقلنا اول حاجه اننا ما نمشيوش للمياه الراكده، لان راه باقي الناس كتعوم وباقي واحد المده ديال اننا نتصابوا بالبهك، وخاصه في هذه الفتره، حيت هذه الفتره اش كيوقع؟ هاد كتسمى لا بيريود دو بون، يعني هاد الفتره الانتقاليه او فتره الجسر من فصل لفصل، هنا كتهبط المناعه. والسبب الاول والرئيسي ديال علاش كيبانوا عندنا هاد الطفيليات هو المناعه اللي كتولي كتهبط، وخاصه في الاخر ديال شهر، يعني في الاخر ديال الصيف، ديال فصل الصيف. فهنا كيخصنا هنا نردوا البال اننا هاد الاماكن هذه اللي كتكون كما قلنا فيها الماء الراكد نتجنبوها.
ثانيا تكون عندنا واحد التغذيه متوازنه، نحاولوا نعطيو لوليداتنا دابا نستافدوا من البرتقال، نستافدوا من المواد الخضراء، يعني نحاولوا نعطيهم الخيار، نعطيهم يعني القزبور، المعدنوس الخضرين، لي زيبينا، فهادو كلهم امور، اللوبيا الخضراء كذلك، فهذا كلها امور مهمه فيها ماده الكلوروفيل، ماده الكلوروفيل اللي كتقوي المناعه وكذلك كتعطينا واحد الوقايه كامله من هاد المشاكل هذه ديال البهاك. هذا من جهه، من جهه اخرى خصنا نشربوا الماء بزاف، وخصنا ضروري اننا تكون عندنا واحد العنايه كامله. الانسان يجي من البحر مباشره يمشي يغسل، يخرج من لابيسين حتى يمشي مباشره يغسل، فهادو مهمه هاد المساله دي. لان بزاف الناس او بزاف الوليدات كيعكزوا انهم يديروا هاد المساله، وهذا الشيء من الاسباب اللي كيمكن ياثر عليهم. واش كاين شي حد كي هو اكثر عرضه للمشكل اكثر من الاخر؟ يعني ناس اللي عندهم بعض المشاكل ربما جلديه او صحيه. فهنا غادي نقولوا الشباب، الشباب هما الاولين. علاش؟ لان هنا كتكون واحد الفتره ديال التغيرات الهرمونيه. شنو كيوقع؟ التغيرات الهرمونيه كتعطينا واحد الافرازات ديال الدهون بزاف، كتعطينا افرازات ديال التعرق بزاف فهاد الفتره. علاش؟ لان الغدد كتقاد، كاين الغده اللي كتكبر، كاين الغده اللي كتحاول تقاد الهرمونات ديالها وتعطينا التوازن. فهاد هاد كما كنقولوا حنا هاد لي سيكل او هاد الدورات اللي كتكون عندنا على المستوى ديال الجسم ديالنا كتعطينا الافرازات المفرطه ديال الدهون وديال العرق. فهنا هذا هو اللي كنقولوا حنايا واحد المجال مناسب اللي كتغذى عليه الطفيليات هذه. فالشباب هما الاولين. ثانيا الناس اللي كتكون عندهم المناعه هابطه، بعض الناس اللي عندهم الامراض المزمنه كذلك يمكن يبان عندهم هذا المشكل ديال الباك، ولكن كيبان اكثر عند الشباب، لان تقريبا واحد 50 حتى 55% ديال الشباب هما اللي كيتصابوا اكثر بهذا المشكل ديال الباك. نعم، غادي نواصلوا معاك وغادي تعطينا وصفه طبيعيه مضمونه وامنه معك دكتور عماد البهك من دابا لحظات. دكتور عماد في نهايه هذه الحصه وعد المستمعين نعطيو وصفه طبيعيه امنه مضمونه للبهك، طريقه او شنو هي هذه الوصفه وطريقه الاستعمال ديالها، نفيدوا المستمعين. اكيد اختي هاجر، فانا غادي نعطيو وصفه شامله، نعطيوها للاسره كامله، يعني غير صلاح الوليدات مول الدار وكذلك النساء حتى هما يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفه هذه. فهنا غنقترح لكم واحد الكريمه اللي غتكون كريمه مضاده للبهك. فغناخذوا الزيت الطبيعي ديال الخسامه، الزيت الطبيعي ديال الفليو، الزيت الطبيعي ديال الزعتر، والزيت ديال اللوز الحلو. ديال الخسامه، فليو، الزعتر، الزيوت ديالهم كناخذوا معلقه كبيره من كل حاجه، جوج معالق كبار ديال الزيت اللوز الحلو، وخمسة ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. هاد المكونات كاملين كنخلطوه في حمام مريم حتى كنحصلوا على خليط متجانس، من بعد كنخليوه يبرد، والخليط اللي كنحصلوا عليه كنديروا او كندهنوا به كل ليلة كمساج في البلاصة اللي عندنا فيها هاد المشكل هذا ديال البهاك، وما كنقطعوش حتى كيغبر هذاك البهاك ما كيبقاش. ولكن ضروري كما قلنا التعقيم ديال الملابس في الماء المغلى كل نهار حتى كيحيد البهاك وما كيبقاش. شكرا لك دكتور عماد مذهب، دكتور الصيدله المختص في التداويب الاعشاب، على كل هذه النصائح والمعلومات اللي استفدنا معك فيها اليوم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.